ناشئة المنظمات والفاعلين الخير المعاونة مع هذه الحالة، حيث لم نجد من يعالجوه هنا في مستشفى السبعين بسبب عدم الإمكانيات وبسبب عدم الحروب والحصار الشامل. الحالة يتم استقبالها في داخل القسم الجراحة هي تشوهات خلقية، وهذه التشوهات الخلقية كثرت بشكل فظيع في العامين الأخيرين بسبب العدوان على اليمن وبسبب إلقاء الصواريخ والقنابل العنقودية على اليمن، وهذا أدى إلى كثرة الحالات في التشوهات الخلقية. بتصل لك عدت ولا سؤال ثاني؟